كابتن احمد بلال واحد من نجوم النادي الاهلي وراس حربه، كان من راس حربه المميزين جدا اللي من نص فرصه بيعرف يستغلها بشكل كبير. كابتن احمد مساء الخير عليك. كابتن احمد مساء الخير يا كابتن فاروق، وكل سنه وانت طيب. انت بخير وسعاده كابتن، وكل شعب مصر بخير يا رب، ورمضان كريم على مصر كلها والامه العربيه وعلى الاهلاويه كلهم. امين يا كابتن احمد، وتحياتي ليك طبعا، وسعيد بوجودك معايا والنهارده واحنا بنتكلم على يمكن الفتره السابقه بالنسبه للنادي الاهلي. يمكن احنا بنقول انها متعثره، لكن اكيد في وقت من الاوقات احنا بنقف في مكاننا كده وبنقدر نراجع حساباتنا ونبتدي نفكر من جديد عشان نرجع لمكاننا الطبيعي. كابتن احمد، لكن وجهه نظر حضرتك في مباراه الامس وسبب الخساره وسبب الاداء اللي كان موجود من اسبوعين تقريبا. والله بص، انا عايز اقول لك الحاجه، كل فريق يعني بيمر في بعض الاوقات بكبوه. يعني خلينا بس نقول ان الاهلي السنه دي، الاهلي السنه دي كان حقق ارقام قياسيه كبيره جدا في بطوله الدوري العام، حقق بطوله كاس مصر، حقق بطوله السوبر المصري في بدايه الموسم. الارقام الكبيره حققها النادي الاهلي، تليق باسم النادي الاهلي فعلا يا كابتن فاروق. صحيح. الفتره الاخيره كان وضع طبيعي لحاله الاجهاد اللي مرت بها اللعيبه والغيابات الكثيره جدا اللي كانت موجوده. يمكن خمس او ست لعيبه مؤثرين بشكل كبير جدا غابوا عن تشكيله النادي الاهلي في المباريات اللي فاتت دي كلها، مباريات كاس مصر، مباريات الزمالك، حتى مباريات افريقيا دي كلها. ومش بقول كده مثلا عشان خاطر نبرر لنفسنا الهزيمه، النادي الاهلي ما بيعرفش، لا مفيش تبرير صحيح، السقوط خالص، النادي الاهلي ما بيعرفش السقوط. ممكن نتهزم لان كل فرقه، فعلا مفيش فرقه في العالم بتكسب على طول، لكن الاهلي ما يعرفش السقوط، الاهلي ما يعرفش يعني ايه ما يكونش عنده الامل للاخر. بطوله افريقيا المره اللي فاتت كنا برضه عندنا مشاكل وقدرنا ان احنا نصل الى النهائي بروح النادي الاهلي والعزيمه اللي كانت موجوده عند اللعيبه. مباراه الامس انا كنت شايفها ان هي كانت مباراه على مرحلتين، او خدت الشوط الثاني. الشوط الاول تساعد الاهلي المباراه بالكامل، كان له ثلاث اربع فرص محققين بالاضافه الى ركله الجزاء، وده اللي انت اتكلمت فيه مهم جدا لما تلعب في اجواء افريقيا حر. طيب. ملاعب صعبه جدا، الاجواء الصعبه، احنا بيلعبون هناك الساعه 2 الظهر عشان خاطر يستغلوا درجه الحراره والرطوبه العاليه جدا. مزهور. جدا، والملعب السيئ. مهم جدا لما توصل انك يبقى عندك فرص كثيره كده انك انت تسجل منها اهداف، وده اللي ما حصلش امبارح. عشان كده احنا عانينا الشوط الثاني لما اللعيبه بتاعتنا مجهود قل، لما درجه الحراره ارتفعت. وضع طبيعي انك انت لما تلعب في الاجواء دي وسط الحر ده، انك انت مش هتقدر تأدي بنفس الاداء وبنفس الروح وبنفس الجري طول المباراه، ويبقى صعب عليك جدا. فالنهارده النادي الاهلي امبارح احنا ما قدرناش نستغل التفوق بتاعنا الشوط الاولاني، تعبنا وقعنا الشوط الثاني بدنيا، عشان كده كانت عندنا مشكله. لكن في حاله اعتقد ان هي ان شاء الله مش يعني هتنتهي باذن الله تعالى بالفتره اللي جايه، هي الحاله اللي كانت عليها اللعيبه الفترات اللي فاتت او الاربع مباريات اللي انت اتكلمت فيهم، وهم ابتداء مباراه الزمالك، مباراه الاسيوط سبورت، خروجنا من الكاس طبعا بالشكل ده، مباراتين افريقيا برضه ما كناش على المستوى العالي. ولكن النادي الاهلي طول عمره ولاعيبته طول عمرها لما بتحصل مشكله سرعان ما بيفوق، لان النادي الاهلي يا كابتن فاروق وانت عارف طبعا، احنا كلنا انا وانت وكل اللعيبه مرينا بظروف طبعا بظروف صعبه داخل النادي، ولكن كنا دايما بنفوق على طول، كنا دايما يعني عشان نرجع قيمه النادي الاهلي الكبيره مره ثانيه. صحيح. فانا شايف ان الفتره اللي جايه ان شاء الله مجلس اداره النادي الاهلي ولجنه الكوره اللي موجوده المتمسكه بمحمود الخطيب وكابتن زيزو وكابتن علاء عبد الصادق هيختاروا الانسب الفتره اللي جايه. يمكن انا سمعت ان كابتن حسام قدم استقالته، ان لجنه الكوره وافقت على الاستقاله. صحيح. ان شاء الله ربنا يوفق كابتن حسام، ادى كتير للنادي الاهلي، واعتقد ان لجنه الكوره هتجتمع وهتشوف الاصوب للنادي الاهلي والاصح الفتره القادمه ايه، ومين يقدر يمثل النادي الاهلي كلعيبه داخل الملعب، ومين يقدر يتحمل قيمه النادي الاهلي داخل الملعب، ومين يقدر كمان يقود النادي الاهلي الفتره اللي جايه، لان مهم جدا من يقود النادي الاهلي. حقيقه يا كابتن بلال عنده اطناب، عنده سي في قوي جدا. هو النقطه كمان اللي يقود يا كابتن بلال، هو ما يعني هو عارف ان هو جاي مع فريق كبير وهياخد معاه بطولات، لكن حته التطوير وحته الهويه بالنسبه لفريق الكوره، ويبقى ليك هويه معينه وشكل معين انت بتقوم بيه، او شكل الفريق بيبقى زي ما بنقول طريقه لعب معينه خلاص بتستمر عليها، وده اللي انت محتاجه من واحد. لو احنا بنتكلم على خلاص كمدير فني اجنبي، وده اللي اقره كابتن عبد العزيز عبد الشافي في تصريحه ان المدير الفني القادم اجنبي، ولكن احنا عايزين حته التطوير، حته ان يبقى فيها هويه لفريق كره القدم، شكل مميز دي باستمرار يا كابتن بلال.
طبعا بص يا كابتن طارق، يعني النادي الاهلي طبعا بطبيعته والانديه الكبيره اللي زي النادي الاهلي في كل اوروبا وفي كل العالم دايما لازم يبقى ليها شخصيه محدده، لازم صحيح. يبقى ليها زي ما انت بتتكلم هويه محدده، لازم حتى كمان طريقه شراء اللعيبه وطريقه التعاقد مع اللعيبه، مش اي لعيب يجي النادي الاهلي ده شيء مفروغ منه طبعا. نادي الكوره يعني كلهم اسماء كبيره جدا، كلهم كباتنا كبار ومعرفين ازاي هيختاروا الفتره القادمه. احنا دايما النادي الاهلي بنقول ما ينفعش يمثل النادي الاهلي، انا اسف مع احترامي للجميع، غير كل لعيبه مصر كلها على عيني وعلى راسي، ولكن ما ينفعش يمثل النادي الاهلي الا لعيب منتخب، لعيب دولي. النادي الاهلي بيصنع النجوم، انت لو لعيب دولي فعلا وتستحق انك تكون موجود في النادي الاهلي، هي دي الخامات اللي احنا عايزينها بعد كده. صحيح. ده الاسلوب ان المفترض النادي الاهلي هيشتغل بيه بعد كده. تطوير النادي الاهلي كمان في الناشئين بتروح، احنا عندنا اعتقد النادي الاهلي من افضل الفرق على مستوى افريقيا وعلى مستوى الوطن العربي، ومن افضل برضه الفرق، مش عايز اقول ان احنا افضل فرق في مستوى العالم، ولكن بنتنافس ان احنا نكون من افضل فرق على مستوى العالم في قطاعات الناشئين، عشان محترمين جدا عندنا اولاد صغيره. انت كابتن فاروق خرجت من الناشئين، انا خرجت من الناشئين على كابتن عماد متعب، كابتن اسامه حسني، الناس دي كلها خرجت من ناشئين النادي الاهلي. اعتقد الفتره اللي جايه برضو هيبقى فيه دور طبعا قطاع مهم جدا النادي الاهلي اللي اتربوا داخل النادي الاهلي واللي عارفين قيمه النادي الاهلي بشكل جيد جدا، وهيكون لهم دور باذن الله. انا سمعت الكلام ده ان هيبقى فيه تطوير في القطاع كله بالنسبه للجنه الكره، ان هي هتعمل تطوير كبير في قطاع ناشئين في النادي الاهلي. بعد كده انا اعتقد برضو ان الفكره في قصه التعاقد، ان مش النادي الاهلي مش هيتعاقد مع حد بعد كده الا اذا كان اللعيب ده فعلا يستحق بالفعل ان هو يرتدي تيشيرت النادي. صحيح كابتن بلال خلاص اتفضل يا كابتن اتفضل. بس انت كابتن فاروق انك عايز تقول احنا خلاص مش عايز اقول شداع. صحيح انت بتفكر في بطوله افريقيا خلاص. صحيح نعم انت بتفكر في بطوله افريقيا، يمكن بطوله الدوري خلاص جمهورك الى حد ما اعتاد عليها. يعني احنا بطوله الدوري العام، بطوله الدوري العام زي ما انت بتقول اي مدير فني ممكن يجي ياخد بطوله الدوري العام مع النادي الاهلي باسم النادي الاهلي وبحجم النادي الاهلي وبلعيبه النادي الاهلي. احنا بنبص من نظره الابعد من كده، بطوله افريقيا اللي دايما بتوصلنا للعالميه، احنا بعيد جدا عن بطوله افريقيا، يمكن بقى لنا اربع او خمس سنين من 2013 بعيد عن بطوله افريقيا، بقى لنا خمس مواسم متواصله، وده ما كانش بيحصل مع النادي الاهلي. المفترض هي النظره اللي جايه دي، نظره انك ترجع النادي الاهلي تاني للعالميه، انك تروح اليابان انك تلعب في بطوله كاس العالم للانديه، باسم النادي الاهلي يرجع. طيب. مره ثانيه لازم يرجع بالكلام اللي انت قلته. صحيح كابتن بلال، كابتن بلال يمكن يهمنا ناخد رايك. صحيح يهمنا ناخد رايك كابتن بلال في المرحله القادمه في بطوله افريقيا، هل النادي الاهلي ابتعد عن بطوله افريقيا بهزيمه امس؟ لا خلينا نحسبها بالنقاط يا كابتن، اللي هيوصل ال 10 نقاط هو ده ممكن يكون موجود في دور الثمانيه يعني ان شاء الله من فتره. النادي الاهلي لعب مباراه على ملعبه، تعادل المباراه اللي على ملعبه مع فريق كبير زي فريق الترجي، مش فريق سهل، هو فريق من المصنفين، من المفترض ان يكون هو مصنف مع النادي الاهلي للوصول لدور الثمانيه. الاهلي اتغلب بره ملعبه، وده برضه وارد في كره القدم انك تتغلب بره ملعبك. انت عندك بعد كده اربع مباريات، عندك منهم مباراتين داخل ملعبك مع فريق كامبالا سيتي ومع فريق تاون شيب. لو كسبت الست نقاط اللي على ملعبك دول وطلعت كسبت بره مباراه، اعتقد كسبت تاون بره وكسبت جوه، دي ست نقاط. وكسبت هنا كامبالا سيتي ادي 9 نقاط، وحققت نقطه التعادل مع الترجي، او ممكن من غير نقطه التعادل ممكن تصل للدور الثمانيه. يعني الاهلي عملها قبل كده كتير جدا، والتحديات كانت موجوده ونفس ظروف الموسم الماضي بالظبط. انت كنت بتلعب ثلاث فرق بيتنافسوا. صحيح. مين فيهم هيصعد؟ وقدر النادي الاهلي ان هو يصعد بفرق الاهداف كمان يا كابتن. والروح الاسترالي كانت موجوده عليها الاهلي. صحيح. نعم؟ لا كان بفرق اهداف لو نتذكر امام زيسكو، لو يعني في البدايه كده مع ان برضو كانت البدايه برضو متعثره هنا في القاهره، وهي برضو طلعت خرجت اتغلبت بره، وكانت الناس فقدت الامل في صعود النادي الاهلي للدور قبل النهائي، ولكن لعيبه النادي الاهلي لا قدرت ان هي تتحدى، قدرت ان هي تكسب. احنا دايما يعني بص في مرحله ما بعد التفوق قوي يا كابتن فاروق بتيجي مرحله انك خلاص بيحصل يعني اللي هي الباوند، اللي خلاص بيحصل هبوط في المستوى. وضع طبيعي جدا بعد كل النتائج اللي حققتها السنه دي، بعد الارقام القياسيه اللي حققتها، انك تنزل بالمستوى شويه، ده وضع طبيعي في اي فرقه في العالم ما فيهاش مشكله، مع برضه الغيابات اللي حصلت مع الاصابات الكثيره اللي حصلت لعيبه النادي الاهلي، وضع طبيعي انك تنزل بالمستوى شويه، ولكن مع فتره الراحه اللي جايه ان شاء الله، مع التطوير اللي هيحصل باذن الله تعالى، مع بعض التعاقدات اللي هتقوم بيها لجنه الكره الفتره الجايه باذن الله تعالى، اعتقد ان الفريق الاهلي هيرجع اقوى بكثير جدا ان شاء الله. مش اقل من ان احنا نكسب الترجي مره ثاني، مش اقل ان احنا نكسب فريق تاون مره هناك ان شاء الله، ومش اقل ان احنا نكسب هنا كفاله سيتي باذن الله تعالى، وفارق اهداف كبير. الاهلي امبارح لو
كان في حاله فوقان وتركيز وكان في توفيق كنا ممكن المباراه تخلص الشوط الاول 3-0 لصالح النادي. صحيح كابتن بلال، بس عايز اكلمك قبل ما افريقيا مش بعيده، افريقيا مش بعيده، مش بعيده كابتن، ما زالت في متناول ايدي واقدام لاعبي النادي. التحدي هو النادي الاهلي بيعمله دايما، بيخش التحدي وبيكسبه، ده اللي انا متاكدين منه كابتن بلال، انا وانت اللي اتربينا جوه النادي الاهلي عارفين يعني ايه قيمه النادي الاهلي، وعارفين ان لعيبه النادي الاهلي لما بتبقى عايزه بتعمل ايه. لكن خليني اقول لك كابتن بلال، وانت واحد من النجوم الكبار خبرات كبيره، جزئيه الفرصه، الفرصه للعيب واللي بيبقى بيشترك بيبقى زي ما بنقول ايه على نجوم كبيره، بتبقى مثلا غايبه للايقاف، غايبه للاصابه، مهم جدا لما ياخد فرصه ياخدها كابتن بلال. هل انت شفت ان المرحله اللي فاتت اللاعبين اللي اخذوا فرصه كانوا يعني مؤثرين او اخذوها واثروا بشكل كبير في الفريق، ولا من وجهه نظر حضرتك كان الوضع بالنسبه لهم ازاي؟ بص انا عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا، لان النقطه دي مهمه جدا يا كابتن فاروق اللي اتكلمت فيها دي. انت ما بتديش اللعيبه بتاعت النادي الاهلي اصبحت كلها المفترض ان هي في ليفل واحد، لما بتلعب في النادي الاهلي، النادي الاهلي بيفكر ان هو يشتري لعيب النهارده بيشتريه برقم كبير. ده معناه ان كل لعيب داخل النادي الاهلي داخل باسم كبير، لعيب المفروض ان هو كان نجم فرقته، لعيب اللي هو المفروض جاي عشان يلعب اساسي في النادي الاهلي وعشان يقبل انه يدخل منافسه شريفه بينه وبين زملائه، فكل اللعيبه اصبحت في النادي الاهلي المفترض ان هي تكون على نفس الليفل، الا بعض الفوارق الفنيه الخارقه، يعني ممكن نقول يبقى بعض فوارق فنيه ممكن بين لعيب والتاني، مش فوارق كبيره جدا، لان اللعيبه اصبحت كلها على مستوى واحد، لعيبه النادي الاهلي كلها لعيبه كبيره جدا، انت ما بتجربش الناشئين، ما عندكش ناشئين عشان تجربهم في فرصه واحده مره واثنين وثلاثه، فكل اللعيبه اللي خدت فرص داخل النادي الاهلي ولم تثبت قدرتها الفتره اللي فاتت، اعتقد ان ده التقصير من عند اللعيب مش من عند المدير الفني. انا النهارده المفترض كلاعب لعيب كبير خط تجارب كبيره جدا في الدوري العام، النادي الاهلي فكر ان هو يشتريني بمبالغ كبيره جدا، ده معناه المفترض ان انا جدير اكون عند المسؤوليه وعند حسن ظن المدير الفني، والمفترض لما اخد فرصه يعني مش عايز اقول اتشبث بيها، بس المفترض ان انا بقى اقاتل من اجل الفرصه دي. انت عارف كره القدم يا كابتن فاروق، انت لعبت بفرصه وانا لعبت بفرصه، يعني الفرص يعني واحنا لعبنا بفرص مع نجوم، يعني ما اعتقدش ان احنا كنا نحلم ان احنا نلعب عليهم، تلعب عليهم اصلا. صحيح صحيح، احنا مع نجوم كبار جدا جدا جدا، وكنا بنفكر ازاي احنا ممكن نشارك او نلعب معاهم، ولكن بالكفاح وبالقتال، وانك انت منتظر بس ان الفرصه تجيلك، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وفقك وبقيت نجم النادي الاهلي وهداف النادي الاهلي، وبتلعب في منتخب مصر عشان فرصه فقط وحيده قدرت ان انت تستغلها. صحيح، هو ده لعيب النادي الاهلي اللي المفترض يكون موجود في النادي، اي لعيب ياخد فرصه داخل النادي الاهلي وما يستغلهاش كويس، اعتقد ان هو مقصر في حقنا بشكل كبير جدا. صحيح كابتن بلال، انا بشكرك يا كابتن، بشكرك كابتن بلال.